تقرر اختيار الشعب البرلمانية لمملكة البحرين نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية ورئيسا للجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية في الجلسة 9 العامة للجمعية البرلمانية الأسيوية المنعقد حاليا في كمبوديا، ما يعد إنجازا جديدا للدبلوماسية البرلمانية البحرينية ضمن توجيهات معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب أحمد جراطة عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية. بعد التحية سعادة النائب، ما هي الأسباب التي طبعا ساهمت في هذا الإنجاز البرلماني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم ومسي على أصحاب الأستاذ المشاهدي تلفزيون البحرين. أحييكم من مملكة كمبوديا، وإحنا هنا في جو يعني كلش نفس جو البحرين عندكم، الله يجعلها امطار خير وبركه على مملكه البحرين. اللهم امين. اليوم طبعا من ضمن الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسه العامه التاسعه للجمعيه البرلمانيه الاسيويه. نعم. كان هناك نقاش حار. طبعا البحرين اليوم قدرنا ان احنا بتوجيه من معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب قدرنا نحصل على نائب الرئيس، وقدرنا ان احنا نحصل على اللجنه الدائمه بالشؤون الاقتصاديه والماليه، وهذا يكون في للبحرين طبعا شيء كبير ان احنا نمثل مملكه البحرين في الاجتماع البرلماني الاسيوي. نعم. وكذلك كان هناك من ضمن المواضيع المهمه اللي البحرين ابلت فيها بلاء حسن بالنسبه حق العماله، كان هناك نوع من الجدال، وقدرت البحرين تأثر على جميع المشاركين بمثابة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية وكذلك تركيا، وكل ومعظم الدول ساندت البحرين في التوجه بالنسبة حق أن جعل العمالة المهاجرة بدل العمالة الوافدة. نعم سعادة النائب. نعم سعادة النائب، هل استعرض وفد مملكة البحرين التجربة في تعزيز السلم، وما هي المبادرات التي سوف يستعرضها؟ طبعا في مساعدة السلم والتنمية المستدامة، طبعا مملكة البحرين اليوم من ضمن جدول الأعمال ناقشنا عدة مواضيع، من ضمنها كان نظام بعد اللي أقر من قبل الكونغرس الأمريكي. نعم. وراح يفرض على المملكة العربية السعودية، وراح يكون تأثيره وراح يرمي ضلاله على الدول الخليجية بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. نعم. كم هذا ناقشته، وقدمت المملكة العربية السعودية ورقة عمل بالنسبة حق هذا الموقف الذي كان. نعم. حديث الساعة. وبالنسبة حق المواضيع الاقتصادية الأخرى، وكذلك البحرين اكتسبت من هذا الاجتماع احترام الجميع بمناقشة التنمية المستدامة والسلم الأهلي في جميع الدول الآسيوية بما فيها كمة هناك مسميات الدول بالنسبة حق الإرهاب. نعم سعادة النائب، عذرا لضيق الوقت، نحن أيضا نبارك لمملكة البحرين هذا الإنجاز الجديد للدبلوماسية البرلمانية. كنت معنا من مملكة كمبوديا، شكرا جزيلا لك.